وأنت الذي أرسلت الجن يقتلون المسلمين في كل مكان؟ لا. Tidak. Mereka hanya datang dan berdoa dan saya menjawab doanya. البشر يأتوك إلى الدعاء والجن. Tidak, manusia. Ada juga jin yang datang ke arahku. فالبشر يعني دعوك أن ماذا دعوا بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ Mereka ingin Anda menghilang dari alam semesta ini. Mereka ingin memusnahkan Anda. Itu yang mereka katakan padaku. طيب ولذا أرسلت الجن يقتلون المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أيام شيخ بن هاليما عبد الرؤوف mengatakan beberapa hari yang lalu jin muslim datang kepada kami untuk meminta bantuan dan mereka meminta umat Islam pada umumnya untuk mendukung mereka. Saat itu komputer saya hilang, jadi kami membantu mereka semampu kami dan saya katakan kepada mereka ketika komputer itu datang, insya Allah kami akan memberitahukan kepada umat Islam tentang seruan bantuan Anda, dan semoga Allah membantu kami. Kami akan mendatangkan mereka, insya Allah, dan melihat situasi mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أنتم المسلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم الذين جئتم قبل أيام، ولكن تعرفون بعضكم. ما هي أحوالكم؟ نحن قتلناهم. نعم، نحن قتلناهم والأولاد المسلمين الذين جاءوكم. ومن أنتم؟ نحن الذين قتلناهم. ولكن أنتم من؟ نحن أعداء الدين. ولكن البشر أرسلوكم أو من طلب منكم هذا؟ لا، سيدنا إبليس طلب منا هذا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي. لن نتركهم يأتون إليكم، نحن سنريدهم، لن نتركهم يأتون، لا. ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب كبير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا التي يفعلها البشر. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم
إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. سوف من يقتلون؟ هم جنود من الجن؟ لا من البشر؟ هم جنود لا أدري من أين أتوا. وماذا يفعلون؟ ماذا تقرأ؟ جنود بيضاء؟ نعم. الملائكة تدخلون الإسلام أو تموتون وتمشون إلى جهنم؟ سوف نطلب المدد. نعم، أطلبوا البدد من الشيطان ومن السحر. فليدعو ناديه سندعو الزبانية، فليدعو ناديه سندعو الزبانية، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أجداثا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. فإذا جاء وعد ربي جعل هدك وكان وعد ربي وقدمنا. ماذا فيه؟ هناك يعني أصلا هناك منهم محجوس يعني مسلمون محبوسون. لا هم يعني كانوا من أقاربنا ورفضوا أن أقاربكم محجوزون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. نأتي بكل المساجين وإن شاء الله. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض،
اللهم نور السماوات والأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ماذا بقي الآن؟ بقي هؤلاء الكبار يعني الرؤساء. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكادوا تميزوا من الغيظ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من أنتم؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر. أين ملكي؟ وأين صنمي؟ وأين أنا؟ هم في مكان أماكنهم، أنت فقط الذي جئت عندنا. وأين ملكك وصنمك؟ في أي بلاد؟ أنا عندي من الأماكن. نعم، ما هي؟ هناك في هناك بعيد ليس هنا. أنا أين أنا؟ أنا تمثال، وعندي والأيدي. نعم. في الهند. كيف عرفت؟ هم الذين عندهم هذه الأنواع من التماثيل. والثاني في أي مكان؟ الثاني هناك في القبور، في الجبال. نعم، عندي هناك معبد القبور في الجبال. في الهند كذلك؟ أو في أي مكان في الجبال القبور؟ في النيبال؟ لا. فيش في أفغانستان؟ في الصين؟ أنت كيف تعرف كل هذا؟ أنا مطلع. أنا في أسراري، لأنك أنت عرفت أنك تأتي بالشر. طيب، وأنت الذي أرسلت الجن يقتلون المسلمين في كل مكان؟ لا. أنا فقط يأتون للدعاء، وأنا أجيب الدعوات. البشر يأتوك إلى الدعاء والجن؟ لا، البشر. وأيضا هناك بعض الجن يأتون. فالبشر يعني دعوك أن ماذا دعوا بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ طيب، ولذا أرسلت الجن يقتلون المسلمين في كل مكان. نعم. كم عمرك؟ لا تريدون أن تدعوني أجيب دعوتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوم أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما شركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قالوا عندكم إله قوي. نعم. أنا قلت سأقاتله. نعم سأقاتله. وهكذا سننظر من يتغلب. ما رأيه؟ طيب يلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سوف من؟ هؤلاء الذين طلبوا مني. لا أريدك أن تكون مسلما. لا أستطيع. لماذا؟ لأني أنا عندي ملك وملكي هذا عظيم. وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إن ملكي هو يريدني أنا أنظر إليه إن ملكي يدعوني أن أذهب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا مثيلا ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأتهم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين قل إن الصلاة والنسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذه جهنم كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون تريد تمشي جهنم؟ أجدادك ماتوا؟
نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تراجدك. لا اسكت اسكت اسكت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل لي ماذا ترى؟ لا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا. خلاص. خلاص ماذا؟ خلاص. تدخل الإسلام؟ نحن سنتوب. حرم. ماذا رأيت؟ ماذا صار؟ أنتم من؟ أنتم الأجداد؟ لا. من؟ هذا الذي كان يعبد موجود أو مات أو ماذا؟ هو موجود. أيوة. أنتم من معه؟ نعم نحن كنا نحرس قبور الأجداد. قبور الأجداد. نعم. فماذا صار؟ نعم 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 نحن أحسسنا بطاقة كبيرة هي تدمر كل شيء. نحن كأن شيء لا نعلم ماذا صار. طيب يلا الدم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله هذا اليوم مشؤوم. 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 اليوم يوم عاشوراء. إنه يوم مشؤوم. إنه يوم مشؤوم. إنه يوم مشؤوم. لماذا مشؤوم؟ لأنكم أنتم تتقربون به. أنتم تتقربون به. نعم نعم. هذا إنه مشؤوم. مشؤوم مشؤوم. نعم إنه يوم مشؤوم. نحن نختبر. نحن نفر. نحن نضعف. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنا هذا اليوم مشكوم. نحن أنت كنت تعرف. لم نختار هذا اليوم ولكن هكذا صار بإذن الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أزيل الدم. فطرة الله التي فطر الناس عليها بل سوف تحيون إن شاء الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم براءتكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا من أنتم؟ وجئتم تستخبرون؟ نعم، نحن نستخبر، نحن نأتي بالأخبار، ثم نذهب بها. أي الأخبار التي تبحثون عنها؟ أخبار، أخباركم، ماذا يصير؟ ماذا ستفعلون؟ ماذا، ماذا، ماذا ستقولون؟ ماذا تخططون؟ ولكن من؟ المسلمون أو الرقاة أو الدعاة أو من؟ دين. وإلى من تأتون بهذه الأخبار؟ سكوت. هذا السر؟ سكوت. طيب. فترة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 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 لمن تأتون بالأخبار؟ هم بشر هم منظمات هم سيبيدونكم يعني الماسونية والصهيونية طيب تدخلون الإسلام؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والأحبرات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور فإذا جاء وعد ربي وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين التكل تميز من الغيظ ودبرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ما هي الحقيقة؟ إنها حقيقة. ما هي الحقيقة؟ التوبة. نعم، كل ما يتوب واحد من المسلمين. نعم، ماذا يصير؟ تغفر ذنوبه. لماذا يغفر كل ذنوبه؟ لا. وأنت ماذا شغلك؟ من طلب منكم هذا؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخيني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإن زين لهم الشيطان أعمالهم لماذا؟ لماذا أنتم تفعلون الحسنة وتصير أضعاف أضعافها؟ لماذا؟ وتفعلون السيئة ولا يصير شيء؟ لماذا ليس العكس؟ كان أسهل وأنتم لماذا تتبعون إبليس؟ هذا سيدنا، هذا هو سيدنا، نحن ولكنه عدوكم. نحن نعرف غيره، نحن نطيعه، نحن خلقنا لنطيعه، خلقنا لنعبده. هذا كذب. انظر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إنه كذوب إنه كذوب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يلا ادخلوا الإسلام يلا حرمت عليكم وستغفر لكم جميع الذنوب نحن نعرف هذه إنها حقيقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أنتم لستم مثلنا لا نحن إذا سلكنا طريق الشر فيكون طريق مظلم فيكون طريق طويل فلا نستطيع الرجوع إلى الوراء لا نستطيع الهروب أنتم لستم مثلنا أنا كنت أنظر إلى هذا كنت أستنتج هذا أنتم طلع
اللقاء، أنتم أحرار، أنتم تستطيعون أن تفعلوا ما تشاءون. ولكن توبة الجن ورجوعهم إلى الحق أسهل بكثير من توبة الإنس. نعرف، لكن يكون الشر محيط بنا، نستطيع أنهم يضعوننا في طريق الشر ويحرصوننا جيدا، لأننا نستطيع، لسنا مثلكم. طيب، ادخلوا الإسلام. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أنا سعيد لأن سأصبح أفعل شيء ويصبح لي أضعاف ذلك الشيء الجميل. وكلما أدخلت جن آخر في الإسلام، كلما سيفعله في حياته من خير يكتب لك. نعم، إن شاء الله، لكن هذا ليس سهل. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أنا أريد الآن أن أدخل كثير، سأدعو كل الجن الذين أعرفه، وكل الجن الذين مع الإنس، وكل الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. نعم، هل تعلم أنا أفعل الخير إن شاء الله. سنعمل نور إن شاء الله، وسنطمن أن يحضر كل الجن الذين فكرت فيهم، وأنت تبين لهم الإسلام إن شاء الله. نعم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. جاءوا كلهم؟ الحمد لله. طيب، هل بقي شيء؟ الذين استعانوا بنا من الجن المسلمين في البداية، هل بقي منهم شيء؟ طيب، نحضر من بقي منهم.
الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا الله يا الله يا الله يا السلام عليكم. يا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله. كيف حالكم؟ يا الله يا الله. نحن نتحصن. نحن نستغيث. نحن نستغيث بالله. يا الله يا الله. أنتم الآن في أمن إن شاء الله. يا الله. ماذا وقع لكم؟ يا الله يا الله. ما زالوا يهاجمونكم؟ نعم. ولكن أنتم نختبئ ونحن نختبئ ونختبئ. وأنتم من أصلا؟ من أنتم حتى قبل أن يهاجموكم؟ يا الله. نحن في المساجد. نحن في المساجد. يا الله. فيهاجمونكم في المساجد حتى يقتلونكم؟ نعم نعم. وأين صرتم تختبئون؟ يا الله. لقد ذهبنا إلى مكة المكرمة. نحن ذهبنا هناك. وفي كل الدنيا قتلوا الجن الذين في المساجد. يا الله. إن كثير كثير. أنت تعلم أنه الكثير كثير من الأماكن. Syekh bin Halimah Abdul Rauf mengatakan, jadi, setelah membunuh jin yang berada di Mekah dan Madinah bertahun-tahun yang lalu ketika COVID muncul, mereka kini menargetkan tempat manapun yang ada cahayanya, di sana ada cahaya dalam hal solat, zikir, dan permohonan, dan jin-jin muslim berkumpul di sana seperti malaikat. Tertarik oleh cahaya dan diperkuat olehnya, maka jin-jin kafir mulai mengincar semua tempat yang ada cahaya sampai mereka datang dan membunuh semua jin muslim yang ada di sana. Oleh karena itu, mereka datang untuk meminta pertolongan kepada manusia agar dapat memperbanyak cahaya zikir, Al-Quran dan doa, baik di rumah, di masjid, atau di tempat manapun yang ada zikirnya. Jika tidak, maka orang-orang kafir akan membunuh dan memusnahkan hampir semuanya. هل فيكم مرضى أو جرحى أو مسجونين؟ يا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليس فيكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. 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 التكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. سبحان الله. سبحان الله. يلا نحضر الكفار الذين يقاتلونكم حتى يسلموا. إن شاء الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر.
ألا تلينوا قلوبكم ذكرا والله أعز بالقمر لو أنزل هذا القرآن على جبل ألا تلينوا قلوبكم بذكر الله ستسألون ثم ستسألون أمام الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغائب فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أبرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغائب ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم الله نور السماوات والأرض خلاص كل اللي يحاربونكم جاءوا بإذن الله بإذن الله هناك من يعني قتلوا دمرناهم يعني مع أسحار و مع الأصنام والأسحار و طيب سننظر أحوال المسلمين المجاهدين ناخذ ننادي منهم من يحتاج العون كذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف أحوالكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكيف القتال الحمد لله طيب سنأتي بكلكم طيب نأتي بالكفار الذين يحاربونكم في كل مكان إن شاء الله حتى يسلموا وكان حقنا علينا نصر المؤمنين التكل تميز من الغائب ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين أول لم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وكان حقا علينا نصر المؤمنين كانوا تميزوا من الغيظ ماذا في الآن؟ مازال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين أول لم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Sudah berakhir saudara-saudaraku, itu saja. Anda telah mendengar bagaimana jin mulai bersembunyi dan orang-orang kafir mengejar dan membunuh mereka kemana-mana. Jadi tempat manapun yang ada cahayanya menjadi incaran orang-orang kafir hingga mereka memutus cahaya itu, dan manusia merencanakan hal ini di belakang mereka, ingin memusnahkan Islam dan umat Islam dari dunia ini. Membasmi jin muslim lebih mudah dibandingkan memusnahkan manusia. Dan mereka berkata, dunia ini telah menduduki kamu sampai mati, artinya sibuk dengan dunia sampai mati, dan di manakah penyebutan Allah? Di mana ibadahnya kepada Allah? Kapankah hatimu akan melunak ketika mengingat Allah? Akhir zaman semakin dekat, godaan semakin meningkat, manusia semakin menjauh dari agama, dan dosa semakin meningkat. Semoga Allah menolong kita, saudara-saudaraku. Dan Anda juga mendengar jin pada awalnya mengatakan bahwa mata-mata memata-matai mereka yang mendukung agama tersebut, namun umat Islam yang tidak mendukung agama tersebut tidak mengganggu mereka, dan mereka tidak memiliki masalah. Yang mendukung agama, mereka memata-matai kemana-mana hingga berhasil membuat mereka berhenti mendukung agama, sehingga tidak ada lagi dakwah, tidak ada peringatan, tidak ada anjuran kebaikan dan larangan kemunkaran, dan tidak ada amal saleh untuk mengembangkan Islam, dan akan tetap ada umat Islam yang menjalankan ibadahnya saja dan mereka sibuk dengan dunia maka mereka akan mengambilnya. Allah Maha Penolong saudara-saudara. Setiap orang harus berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai dan untuk menyelamatkan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.